تكملة برضو، يعني احنا دلوقتي مفترض ادينا حوالي 20 دقيقة بنعرف المحاسبة في البترول والبترول والكلام دوت. وانا حاول ان شاء الله اقسم الفيديو بتاعي، هو هيبقى الفيديو 30 دقيقة زي ما اتفقنا، عشان ما نطولش على الناس. هحاول اقسم كل 10 دقايق موضوع، وطبعا لو في موضوع ولا حاجة زاد هنخليه يبقى 20 10، وده هنبقى كاتبينه في التوبيك بتاع الفيديوز. طيب التوبيك بتاعنا ايه النهاردة؟ اللي هو البي اس سي، برودكشن شيرينج اجريمنت. ايه هي البرودكشن شيرينج اجريمنت باختصار شديد كده؟ يعني البرودكشن شيرينج اجريمنت ده هو العقد اللي ما بين الشريك او المستثمر او الاوبريتور، ليها كذا مسمى، والحكومة المصرية، واللي هي بتمثل في الهيئة العامة للبترول، باسمه عقد امتياز او كونسيشن اجريمنت. وده بيبقى موثق وبينشر في الجريدة الرسمية، وبيوافق عليه مجلس الشعب، وله قانون معين. طيب الكونسيشن اجريمنت ده ايه محتواه؟ طبعا انا يعني بقرا من كتاب كده، انا بس عاوز اقول لكم يعني محتوى الكونسيشن اجريمنت دوت ايه. هو بيتكلم عن ملكية الاصول واللي بتحكم بين الشركتين، منح الحقوق، الاعفاءات الجمركية، السجلات والتقارير التفتيش، دفاتر الحسابات، قوانين ولوائح، حق الاستيلاء، التنازل، القوة القاهرة، المنازعات والتحكيم، الوضع القانوني للأطراف، خريطة المنطقة، وصف المنطقة، ايه المعاملات اللي ممكن حصل ما بيني وما بين الشركة الحكومة والشركة اللي هو المستثمر، مشاكل حصل ما بيننا، مشاكل ايه الحاجات اللي تحكمنا، وجهة التحكيم تبقى مين. يعني بمعنى صح، هو عقد كأنك رايح تشتري او تأجر مكان مثلا، وتأجر المكان دوت، فبيقول لك والله هتدفع شهرين تأمين، هتدفع أي بعد ما تمشي تديني نوتس إن أنا، أو نوتس إن أنا همشي، أو قبليها بشهر مثلا، بعد ما تخلص مدة الإيجار بتاعتك تقول لي بيبقى لازم تسيب الحاجة متصلحة، حصل أي مشاكل في الشقة هتبقى على عاتق مسؤولية المؤجر. ده مثال عقد بيحكم التعامل ما بين الشركة أو المستثمر أو الأوبريتور والحكومة المصرية المتمثلة في الهيئة العامة للبترول. لما يجي مثلا يقول لك دفاتر حسابات، هو دفاتر حسابات ما بيشرحلكش حسابات جوه الكونسيشن اجريمنت ديت، لا، هو بيجي يقول لك مثلا في الفقرة ديت طبقا للمعايير المصرية والمعاملات المحاسبية المتبعة في النظام المحاسبي، وانت يعني فمعايير المصرية والمعاملات والقوانين المصرية المتبعة في المعاملات، فانت بترجع للقوانين المصرية والمعاملات المحاسبية المتبعة. فهو الكونسيشن اجريمنت دوت هو العقد اللي ما بيني وما بين زي ما اتفقنا الاوبريتور والمستثمر والهيئة العامة للبترول. ومن ضمن الحاجات اللي هو بينص عليها طبعا، عشان لما تيجي تحفر بير ولا حاجة بيبقى فيه شوية
قوانين بتتبع كده وبينص عليها الكونسيشن اجريمنت ان انت لازم تدي تدفع منحة للدولة ان انت هتحفر في المكان دوت. قيمة الكونسيشن او قيمة الحفر بيبقى قد ايه اللي انت هتدفعه. تدريب للعاملين او الشريك اللي معاك في نفس الكونسيشن اجريمنت. النسب المتعامل ما بينها وبين ما بينه وما بين الشريك في انتاج البترول دوت، 50 50 40 60 30 70 الكلام دوت. البروفيت التكلفة قد ايه هنتكلف بيننا وما بين بعض في الكونسيشن اجريمنت. طيب طبعا كل كونسيشن اجريمنت زي ما قلنا ان هي بتحدد النسب اللي ما بيننا وما بين بعضينا، ما بيننا وما بين الشريك بتاعي. والنسب دي يعني انا انصحكم ان انتوا لازم تعملوا سيرش كده على الكونسيشن اجريمنت وتعرفوا النصوص او البنود اللي فيها هي ايه. بس انا بكلمكم بوجه عام، الكونسيشن اجريمنت عبارة عن ايه عشان الناس تبقى برضو ايه عارفة يعني ايه كونسيشن اجريمنت. بيكلمك برضو عن الضرائب، بيكلمك تحسب الضريبة في الكونسيشن اجريمنت ازاي للشركات. وعامة بتبقى الضرائب كلها في شركة البترول بتبقى سابقة، هي عامة الضريبة بتبقى معفاة لشركات البترول، بس لازم نقدم الإقرار الضريبي. لكن احنا الشركات كشركات بترول معفين من الضرائب. والحتة برضو اللي عاوز يعني عشان ناقص لي 3 دقايق بالظبط كده، حد عايز اقولها برضو، بينظم موضوع عملية الجرد والمستندات اللي ما بيني وما بين الشريك بتاعي. امتى بقى بيحددها بالتوقيت، يعني امتى هديله مثلا البيلينج ستيتمنت، امتى هديله الكشوفات، امتى هديله خرايط، امتى اقول له ان في جرد، امتى يبقى اقول له الميتينجز بتاعت اللي بتحصل مع البورد والكلام دوت. يعني بي 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 بيتكلم عن كل التفاصيل الخاصة ما بين الشراكة ما بيننا وما بين بعضنا. وهو ده العمود الفقري ما بين الشركتين. يعني لما نيجي يحصل أي مشكلة ما بيني وما بين الشريك المصري، طبعا إن شاء الله ما يحصلش مشاكل يعني وتبقى الدنيا كويسة، يقول لك نرجع للكونسيشن أجريمنت. فكونسيشن اجريمنت هي الـ العقد او الجايد لاين ما بين الشركتين او اللي تحكم الشركتين. وطبعا غير ان كل شركة من جوه ليها بوليسي وبروسيجر بتاعتها، ودي حاجة تانية برضو هنتكلم فيها. هنتكلم بقى مراحل المحاسبة ازاي عن طريق كونسيشن. يعني كل ما اقول لك هنكلفنا حتة الاستكشاف التريننج الخاصة بالعاملين الشريك المصري، ده من عن طريق كونسيشن اجريمنت، موجودة في كونسيشن اجريمنت. مراحل الحفر والاستكشاف والمبلغ قد ايه اللي اتفق عليه عشان نحفر ما بينه وما بين الهيئة هتلاقيه في كونسيشن اجريمنت. هكذا يعني هتبقى موجودة ان شاء الله ونقدر نوضحها في حسابيا بشكل. بس انا بقى بكلمك بوجه عام على الكونسيشن اجريمنت هي ايه. تمام، شكرا ليكم جميعا.